تمتلك الحشرات ترسانة مذهلة من الأسلحة، وبالنسبة إلى حجمها فهي أقوى حتى من القطط الكبيرة، وتتباهى بما لديها من خطافات ولاقطات وكماشات وملاقط وأشواك. تتألف عيونها المركبة من آلاف السطوح البصرية، وتسمح لها بمعاينة عالمها الدقيق من مختلف الاتجاهات والتنبه لأدنى حركة حولها. تسعى خنفساء النمر الأفريقية وراء ضحاياها أيضاً. حل المساء، فخرجت صراصير الليل من الجحور التي تختبئ فيها نهاراً. تعد خنفساء النمر من الكائنات المفترسة المرعبة، فهي مزودة بفك سفلي حاد تلتقط به فرائسها. يمكن إيجاد الحشرات الصيادة في كل مكان تقريباً. في ناميبيا تستخدم حشرة فرس النبي أرجلها الأمامية للصيد والتواصل على حد سواء. عندما ترصد الحشرة منافساً على مقربة منها، تبدأ بأداء رقصة مذهلة تكشف عن الأجزاء الداخلية الملونة من قوائمها الأمامية كتحذير. لكن أحياناً يكون للرقصة غرض آخر، حيث تكون مقدمة للتزاوج أو التقليل من العداء من خلال إظهار الصداقة، ومن ثم لتجنب إغراء صيد بعضها البعض. أثارت رقصات فرس النبي اهتمام نوع من الجندب الفضولي الذي يعيش في الشجيرات، إنه الجخاد. يعيش الجخادب متخفياً في الغطاء النباتي، وينتقل ببطء شديد لئلا يلحظ أحد وصوله. تبدو حشرات فرس النبي الصغيرة غافلة عن أعين الجخادب الشرس التي لا ترحم. يندمج صرصار الشجيرات المفترس مع بيئته، إلى درجة أنه يمكنه الصيد من دون أن يراه أحد. وهو شره جداً إلى درجة أنه لم ينجو أحد من أفراس النبي من الهجوم. تعيش جنادب الجخادب في غابات منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعد استثناءً في رتبة مستقيمات الأجنحة بين الحشرات. إنها صراصير الليل المفترسة. تنتهي قوائم الجخادب الأمامية بحواف لها أشواك تساعده على إحكام قبضته على ضحاياه. ولون جسده مكمل مثالي لتكتيكات الصيد التي يتبعها حيث يتخفى بين الغطاء النباتي. تشبه تكتيكات الصيد التي يتبعها الجخادب تلك التي يتبعها فرس النبي الذي لا يرحم. يتحرك الجندب ببطء شديد بحيث يصبح من المستحيل رصده. تعيش حشرات المن على النباتات وحولها للاستفادة من هذا النسخ، وتمثل أفواهها أداة متعددة الأغراض، وهي مزودة بمثقاب مجوف يمكنها من ثقب جذع النبات ثم امتصاص السوائل. تنتشر حشرات المن بكثرة على البراعم والفروع الجديدة، ما يعيق نموها. إنها تنقل الكثير من الأمراض إلى النباتات، ولحسن الحظ فإنها تمثل فريسة لمجموعة من الصيادين.
المجموعة الاستثنائية لصيادي حشرات المن مجموعة واسعة النطاق، وتعد الدعسوقات من بين أكثر أعضائها عدداً. فخلال الصيف تستهلك الدعسوقة الواحدة طعاماً أكثر مما تستهلكه 1000 حشرة من. هذه القدرة على الافتراس تجعلها مبيدات حشرية طبيعية قيمة، ويكاد نظامها الغذائي أن يقتصر على حشرات المن فحسب. حالما تعثر الدعسوقة على سرب كبير من حشرات المن تبدأ في صيدها كما تشتهي، ولا تملك حشرات المن الصغيرة أي وسيلة للهرب، فتلتهمها واحدة تلو الأخرى. تبين أن هذه الدعسوقة الصغيرة هي في الواقع مفترس شره متعطش للدم. وفرت وليمة حشرات المن الطاقة التي تحتاجها الدعسوقة للتكاثر. لا ينتهي الرعب الذي تسببه الدعسوقة هنا، فيرقات الدعسوقة السمينة المشعرة شرهة مثل والديها، وهي أيضاً تفضل حشرات المن المسكينة. ستصطاد كل يرقة دعسوقة نحو 3500 حشرة قبل أن تصبح حشرة بالغة. ويبدو التغير الأخير الذي تتحول فيه اليرقات إلى دعسوقات بالغة شيئاً كالسحر. الربيع بكامل رونقه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حل وقت الخصوبة. يسود المشهد نفسه في كل الأرجاء، حيث تتشابك الحياة والحب عند المفترسات الصغيرة والكبيرة على نحو غير محسوس. تعد حشرات المن فريسة متناهية الصغر لفرس النبي الأوروبي، لكنه غير آبه لتناول وجبة الآن. إنه موسم التزاوج، ووسط انتشار الكائنات القاتلة بالفطرة يمكن أن تكون هذه الفترة مميتة. ففي بعض الأحيان وليس دائماً، قد تخسر الذكور التي تقترب من رفيقة محتملة رؤوسها حرفياً وليس مجازياً. عندما تكون الإناث مستعدة للتزاوج، تطلق فرمونات تجذب الذكور. يفضل الذكر الحذر الانتظار حتى تحصل الأنثى على فريستها قبل أن يبدأ التقرب منها، فهو يعلم ما هو على المحك هنا وما الثمن الذي سيدفعه. لا تسعى حشرات فرس النبي لرفقة بعضها بعضاً إلا خلال موسم التزاوج. يقوم الذكر بخطوته حين تكون الأنثى مشغولة بالتهام طعامها على أمل أن يتزاوجا دون ما خطر. من الآن فصاعداً، كل شيء منوط بها، وتنضج البيوض داخلها مع مرور الوقت. ولتبقى حية إلى حين موعد وضع بيوضها، تعتمد أنثى حشرة فرس النبي على التمويه لتبقى خفية عن الأنظار وعلى مهاراتها في الصيد للبقاء. يعد جسدها سلاح صيد فعالاً. تعد حشرات فرس النبي الحشرات الوحيدة القادرة على تحريك رؤوسها بحرية كبيرة. يمكنها أن تدير رؤوسها 180 درجة لمراقبة محيطها وضحاياها المحتملة.
فبالنسبة لها الصيد عبارة عن مزيج من الصبر والحيلة والسرعة. إنها عملية تتطلب كامل جهودها. تتنقل حشرات فرس النبي ببطء في الخفاء، وتتأرجح أجسادها بلطف مع اقترابها من فريستها. هذه الحركة المتناوبة ليست بلا مغزى، بل إنها تتيح لها تقدير المسافة بينها وبين فريستها. لا مفر الآن، بما أنها لا تمتلك أي وسيلة فعلية لتقتل فريستها، فإن حشرات فرس النبي تأكل فرائسها وهي لا تزال حية قضمة بعد الأخرى حتى لا يبقى منها شيء. لا تمتلك جميع الحشرات الصيادة فكوكاً قوية كهذه. تعد البقيات القاتلة مثل قريباتها البعيدات حشرات المن من نصفيات الأجنحة، لكن هذه الحشرات صيادة شرهة مثل مصاصي الدماء. تترصد الحشرة التي تسمى البق القاتل فريستها، وتبقى مختبئة بلا حراك حتى تمر حشرة أخرى قربها. في هذه الفترة من فصل الربيع تولد صغار حشرات فرس النبي، تخرج من كتلة البيوض التي خبأتها أمها في خريف العام الماضي. تنبثق الواحدة تلو الأخرى من تلك الكتلة الشبيهة بالورقة الرقيقة التي حمتها من البرد والرطوبة خلال الشتاء. حشرات فرس النبي الصغيرة ضعيفة جداً، لذا تراها تجري وتختبئ بين الأعشاب بمجرد خروجها من كتلة البيوض. خطوة واحدة خاطئة في وجود مفترس خفي مختبئ قد تعني نهاية حياة حشرة فرس النبي الصغيرة في أي لحظة. تتنقل حيوانات الغرير هذه بحثاً عن الديدان، وتمثل خطراً حقيقياً لا بد من تجنبه. لا تصل الغالبية العظمى من هذه الحشرات الصغيرة إلى سن البلوغ، هنا على الضفاف الرملية للنهر يعشش طائر الزقزاق، وتعد هذه الطيور من المفترسات النهمة للحشرات. لكن كل شيء هادئ الآن، ترقد هذه الأنثى على البيوض في عش غير متقن الصنع. لا يبدو أن جارتها القريبة وهي أنثى دبور حفار تعيرها أي اهتمام، نظراً إلى انشغالها بتجهيز عشها الأكثر إتقاناً. وهو عبارة عن نفق ضيق مدهش. تظهر يرقات أسد النمل بطريقة عجيبة على سطح الرمل. إن مظهرها مرعب تماماً بقدر أسلوب حياتها، لكن رؤيتها ليست بالأمر السهل، إذ يمكنها الاختفاء في الرمال في غضون ثوان حيث تبدأ العمل على الهيكل الدقيق.
تجهز يرقات أسد النمل فخاً بسيطاً ولكنه فعال جداً. إنها تحدث حفرة لها جدران رملية هشة. تختبئ اليرقة في قعر الحفرة المخروطية وتنتظر وفكاها مفتوحان. لا أمل لأي حشرة تدخل هذه الحفرة، فمع هذه الجدران التي تتداعى باستمرار لا أحد يمكنه النجاة. تنتظر اليرقة عند قعر المصيدة. يمثل فكاها الحدان آلة مثالية قوية وثاقبة لتثبيت هذه النملة بإحكام ريثما تنتهي من امتصاص سوائلها الحيوية. وعندما لا يتبقى من جسد الضحية إلا القشرة، تلقيها خارج الفخ. وللوهلة الأولى، قد تبدو البحيرة مكاناً مثالياً خالياً من جحافل الحشرات الصيادة الصغيرة القاتلة، لكن لا، إنها في كل مكان. تنزلق بقيات الماء على سطح ماء البحيرة بسلاسة. إنها نوع من الحشرات القاتلة التي يمكنها السير على الماء بفضل تصميم أقدامها المقاوم للماء الذي لا يكسر التوتر السطحي للمياه. إنها تتجول في أرجاء منطقتها بسرعة فائقة وتمسك بأي حشرة صغيرة تصادفها في طريقها. تقضي يرقات اليعسوب فترة صغرها تحت الماء، وهي لا تشبه الصورة الشعرية الجميلة التي لدينا عنها. فاليرقات مثل آبائها شرسة ونهيمة على ما يبدو. ليس هناك من قاطن في البحيرة بأمان من يرقات اليعسوب. يكتمل التحول بحلول الوقت الذي تشرق فيه الشمس، فتتصلب أجنحة اليعسوب البالغ ويتلألأ جسمه ويتألق تحت ضوء الصباح الباكر، وسيكون جاهزاً للانطلاق إلى الجو للمرة الأولى. أصبح جاهزاً للصيد في نظام بيئي جديد لافتراس حشرات الأراضي الرطبة. الآن وبعد أن جف جسده وتصلب، سيصبح رفيقاً يومياً للطيور الخواضة التي تعيش في الأنهار والبحيرات والبرك. حتى إن كان الأمر يتعلق بالأبناء، تبقى القواعد على حالها. قواعد الحرب الشاملة هي السارية. إنها بلا شك القتلة التي لا ترحم. هذه الحشرات التي تشبه ماكينات القتل هي من أعظم الصيادين في هذا الكوكب.